المري. شكرا سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، أيها الأعزاء، أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة. نحييكم مع انطلاقة الشوط الثاني، وهذا هو الشوط الأول الرئيسي للجذاع قعدان، وهذه أول انطلاقة للجذاع قعدان تمت على بركة الله قبل قليل. والمقدمة اللي يقود هذا الشوط الباز بطي بن سعيد المري، وننتقل انتقاله الى المركز الثاني براق طالب بن ناصر المجدور، وننتقل انتقاله اخرى الى المركز الثالث لنرى سراب لسعيد بن سالم بن لدهم المري، ويليه بالمركز الرابع براق العلي بن ناصر آل بخيته المري، وايضا ننتقل انتقاله الى المركز الخامس والحساس لعبيد بن شينان المري. هذه الخمس المتقدمة الاولى مشاهدين قناة الدوري والكأس الاعزاء. ايها الاخوة الحضور الكرام، اتممنا الاذاعة والخمس المتقدمة الاولى على مسامعكم، وهذه عودتنا الى مقدمة الشوط والى الباز، من يقود المسيرة ويدير دفة الامور في هذا الشوط. والمسافات هذا اليوم هي الخمسة كيلومترات. الله الله، وهذا هو الشوط الأول. خيرة الجذاع وخلاصة الجذاع ونقوة الجذاع القعدان في هذا الشوط ليتنافسون على المركز الأول، وما هي إلا 4 كيلومترات متبقية تفصلنا عن معرفة بطل هذا الشوط. والمقدمة ما زالت تحت أقدام الباز بطي بن سعيد المري، يسيطر الباز على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، من يحتله براق لطالب بن ناصر المجدور. أيضا المركز الثالث يحتله لطيف لمحمد بن شرحان بن مناخر العجمي، واللي يقوده مسعود المري في هذا الشوط. أيضا ننتقل انتقالا أيها الأخوة الكرام للمركز الرابع، سراب لسعيد بن سالم بن لدهم المري، بينما المركز الخامس يحتله الحساس في هذا الشوط. الحساس واثنين كيلومتر انقضت من مسافة هذا الشوط، ويتبقى 3 كيلومترات تفصلنا عن خط النهاية، والحساس يحتل المركز الخامس، ولكن دخول على خامس المراكز من قبل براق لعلي بن ناصر آل بخيته المري. وانتظروا الأسماء التي لم يحن موعد دخولها إلى عالم النداء والإذاعة. لطيف غير النتيجة، غير نتيجة الشوط في هذه اللحظات، وانتزع بساط المركز الأول، انتزع الصدارة، وعائدة ملكية لطيف لمحمد بن شرحان بن مناخر العجمي أو بن مناخر العجمي. محمد بن شرحان بن مناخر العجمي يحتل الصدارة في هذه اللحظات ويسيطر على المركز الأول، وبقيادة مسعود. مسعود المري هو من يقوده ويشرف ويدير في هذا الشوط، في هذا الشوط الحساس. ننتقل إلى المركز الثاني، من غير الأمور وخطف المركز الثاني في هذه اللحظات براق لعلي بن ناصر آل بخيته المري، والحساس يحتل المركز الثالث بشعار عبيد بن شيلان المري. نقله على المركز الرابع، نقله على المركز الرابع شاهين لجابر بن علي بن جرحب، ويليه في المركز الخامس حبيب لصالح بن حمد القمره، ويضمر حبيب صالح بن حمد بن هامله المري. هذه النتيجه ايها الاخوه ايها الاعزاء، واثنين كيلومتر تفصلنا عن خط النهايه وعن ويتبقى نشارف على الكيلومتر الاخير والكيلومتر الخطير، ولطيف يقود المسيره في هذا الشوط الحساس.
بشعار محمد بن شرحان بن مناخر العجمي. يا سلام، وعبر الهواء مباشرة يقود دفة الأمور في هذا الشوط القمة، وهو على قمة هذا الشوط وعلى رأس هرم هذا الشوط. يلا يا مسعود، يا من تقود لطيف، أرى الجماعة يقتربون، أرى الجداع القعدات تقترب، والكل عينه على مقدمة الشوط. من يتسلل في هذه اللحظات في المركز الثاني؟ براق علي بن ناصر، آل بخيتة والحساس، 1500 متر قادرنا أيها الأخوة أيها الأعزاء، 1500 متر الأخيرة، والحساس يحتل المركز الثالث، ولكن دخول من قبل شاهين جابر بن علي بن جرحب، أيضا ارصد الدخول القوي والملفت من براق جابر بن فهيد العفرة، أيضا ارصد الدخول على خامس المراكز من قبل هملول راشد بن سعيد بن هديبان، وقادرنا الكيلومتر الأخير. يا سلام، الله الله الله، إلى أين يتجه ناموس الشوط الأول الرئيسي؟ لطيف لطيف ما زال يقود المسيرة، ولكن بانت الخطورة من قبل هملول ولطيف وبراق. المعركة الطاحنة أيها الأخوة أيها الأعزاء، والحساس أيضا، والحساس يتدخل الكيلومتر الأخير، كيلو العمليات، لطيف وهملول ولطيف، المعركة طاحنة أيها الأخوة أيها الأعزاء. يتسلل في هذه اللحظات، يتسلل هملول، يخطف مقدمة الشوط، ينتزع الصدارة، يا سلام، ليهديها وعبر الهواء مباشرة إلى الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة، وعبر ذبذبات الراديو وكذلك قناة الدوري والكاس. يا سلام، الله يا هملول، راشد بن سعيد بن هديبان، ولكن من الجانب الآخر براق ولطيف، لطيف عاد مرة أخرى مع 500 متر الأخيرة، لطيف يعود مرة أخرى ويخطف ويغير الأمور ليعيد حقوق المنهوبة. يا سلام يا لطيف، وبراق أيضا من الجانب الآخر براق، ولكن لطيف أيها الأخوة أيها الأعزاء، لطيف لمحمد بن شرحاب بن آخر العجمي وبقيادة مسعود المري. الله يا سلام، منذ أن أعطي هذا الشوط إشارة البدء وهو يسيطر على مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، مشكور يا محمد بن شرحان، يضم اللطيف، يصل أيها الأخوة أيها الأعزاء إلى خط النهاية، وخط النهاية يرحب بقدوم لطيف المركز الثاني. المركز الثاني هملول راشد بن سعيد بن هديبان المري، والمركز الثالث براق. علي بن ناصر آل بخيتة من احتل المركز الثالث براق، بينما المركز الرابع القناص لسعادة المحافظ سليمان بن حمد الجبرين، والمركز الخامس المتحد لمحمد بن طحنون بن مهيرة المري. هذه نتيجة الخمس المتقدمة أيها الأخوة أيها الأعزاء، أذعناها كاملة مكملة على مسامعكم، ونشاهد في هذه اللحظات لحظات وصول لطيف إلى خط النهاية قاطعا مسافة 4 كيلومترات في توقيت زمني ممتاز، 7:59، 24 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن شرحان بن مناخر أو بن مناخر العجمي، والتهاني موصولة لمسعود المري. المركز الثاني هملول وقطع المسافة في 8:02، 11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بن هديبان المري. والمركز الثالث براق وقطع المسافة براق في 8:12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ومضمر براق علي بن ناصر آل بخيت المري. وانطلق أيها الأخوة الأعزاء الشوط الثالث في هذه الفترة الصباحية، والكلمة تعود لزميل سعد بن متلعلتي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام،
نحييكم من جديد وشكرا للزميل محمد من بريك المري على التواصل في الشوط الأول الرئيسي الخاص بالجذاع القعدان والذي ذهب لمصلحة